طيب، صباح الخير يا جماعة. اليوم احنا في آخر محاضرة، ما اعرفش لحسن الحظ ولا لسوء الحظ، في كورس الداتا ساينس. حنحكي فيه على عدة مواضيع. المواضيع هذه حطيت لكم اياها هنا بشكل مختار، او يعني انه حددتها بشكل مسبق. شغلات مفيدة انه بتفيدكم انه انتم تبنوا عليها مشاريع في المستقبل. طبعا هذا الكلام احنا اوريدي خلصناه، اللي هو يعني اخر حاجة حكينا في التكست كلاسيفيكيشن والاوفر فيتنج والاندر فيتنج، ودخلنا في السي ان ان. بدنا نكمل في السي ان ان عشان نخلصها اليوم. في عندي الترانسفير ليرنينج والستايل ترانسفير. ترانسفير ليرنينج المفهوم تبعه انه انا بيكون في عندي موديل اوريدي بري تريند، تمام، وبيكون جنرال، فبدي اروح اخصصه لشغله معينه، تمام. فبدل ما انا ابني موديل من السكراتش، فبروح بخصصه كتير لشغله معينه، كتير مفيد. خلينا نشوفه. يعني رجاء ان تفتحوا معايا هنا ستايل ترانسفير ليرنينج، نفتحه على الكولاب. طيب، بدي اياكم تتخيلوا معايا الموضوع. تمام، بدي اياكم تتخيلوا معايا الموضوع انه احنا في عنا هنا في جديدة تحت هنا. هنا في text classification، image captioning برضو يعتبر من NLP، text generation انه حناخد اللي بنقدر عليه، وفي هنا المشين ترانسليشن. حنشوف ايش ممكن ندي اولويات من هنا، بس خلينا نخلص الموضوعين هذول، لانه هذول المواضيع شوية. هذه كل الارتكلز المتعلقة بالان ال بي محطوطة انه هنا. يعني ممكن اصعب في يعني هو الكلاسيكال ناتشورال لانجويج بروسيسنج مع الديب نتورك انه بلزمش، لانه الفيتشرز لوحدها بتتعلم النيورال نتورك. يعني السياق الانجرامز والشغلات هذه كلها احنا كنا نعملها بالضبط، كنا احنا نعمل انه انجرامز، لكن هنا ما فيش داعي. بالضبط، ما فيش داعي انه احنا بنحطها كسيكونس ولحالها الامبيدنج لاير او الار ان ان بتتعرف عليها. نعم صحيح. نعم طيب، بدي اياكم تتخيلوا معايا التالي، انه احنا في عندنا conf net
convolution neural network تحديدا ايش هي؟ حطلع لكم اياها من هنا، اللي هي موبايل نت فيرجن 2، هذه بري تريند موديل اسمها موبايل نت فيرجن 2. واللي مش عارف هذا الكلام ممكن يرجع على هذا الارتيكل اللي بحكي فيه عن انواع السي ان ان، هاي موجوده هنا. في عندي سي ان ان اركيتكتشر، في عندي اليكس نت، في جي جي، جوجل لونت، ريز نت، كل هذا الكلام. فالموبايل نت هي عباره عن وحده من النيورال نتورك اركيتكتشر اللي عملتها جوجل. اعتقد انه هي مش موجوده هنا من ضمن الاركيتكتشرز، بس هي انه عملتها انه جوجل تقريبا. ضلت انه عندها هيوج داتا سيت وايمج كلاسيفيكيشن، فبالتالي هنا النتيجه تبعتها انه كلاسيفيكيشن، انه هي انا عندي الانبوت عباره عن ايمج والاوتبوت انه بحكي لي اياها انه هي دوغ ولا كات ولا هورس ولا كار الى اخره. احنا ايش بدنا نسوي؟ بدنا ناخذ الفيتشرز من اللاير الاخير، تمام؟ طبعا اللاير من اللاير ما قبل الاخير، اللاير الاخير اللي هو بيحدد لي الكلاس بيكون عاده انه سوفت ماكس. فانا ايش بدي اسوي؟ بدي اخذ من اللاير ما قبل الاخير فيتشرز، تمام؟ وبدي اخصصهم لتو كلاس ليبلز، انه اعمل تريننج لتو كلاس ليبل. خلي بالك هذا الموديل بري ترين، بدي اكتب عليها يو هنا بري ترين. مين عمل له تريننج؟ جوجل. اسمه موبايل نت فيرجن 2، تمام؟ فهو بتعرف على اوبجكتس كثيره، فانا بدي اخصصه انه يتعرف اكثر على التو كاتيجوريز هذول الكات والدوغ. فهذا المبدا اسمه ترانسفير ليرنينج، انه هو اوريدي تريند على دومين وبدي اعمل له ترانسفير او كاستمايزيشن او تونينج للدومين لسبيسيفيك دومين. فهنا ايش بدنا نسوي؟ اول حاجه بدنا نعمل فيتشر اكستراكشن باستخدام الموبايل نت، ونعمل فاين تونينج انه احنا بدنا ناخذ وضعين. في الوضع الاول انه احنا هذا بدنا ناخذه تريند زي ما هو، والوضع الثاني انه احنا نعمل تريننج فقط لللاير الاخير. حنشوف هذا الكلام كيف. فخلينا نبدا في اول شغله، انه خليني اشغلهم كلهم دفعه واحده run all. فانا بشرح وهو اوريدي انه بيكمل الخطوات لانه بتاخذ بعض الوقت. فبعمل import وهنا بنزل التنسور فلو جي بي يو، نسخه الجي بي يو زي ما انت شايف هنا، تمام؟ وبعدين بدي اعمل داونلود للداتا سيت. الداتا سيت هذه اللي هي import TensorFlow dataset as TF. عليكم السلام. وهنا بدي اعمل split للweights، انه كيف بدي اعمل split للداتا سيت. هنا 8 1 1، شو معناته هذا الكلام؟ انه 80% training، 10% validation، و 10% test، تمام؟ فهنا راح طبع لي اياهم اللي هو الرو ترين والرو فاليديشن والرو تيست. هنا بده يروح يعرض لي صوره، تمام؟ انه هي ايمج بلوت، هي حطها هذه الدوغ وهنا كات. ايش شايف؟ ايش ملاحظ انت عندك يا ابعاد الصوره؟ مختلفه. فهنا بدنا نعملها سكيلينج كلها لبعد موحد اللي هو قديش؟ 160 في 160، تمام؟ فهذه اليوتيليتي فانكشن تعمل لي فورمات للصوره انه بتحطهم 160 و160. في هذه الخطوه هنا في 46 46 عندي، يعني انه انت حيكون عندك رقم مختلف، مش عارف لانه مش عارف عندك نفس الرقم.
هذه رقم السن، هذه هذا الرقم اللي هنا 10. انا بكون عشان عملها رن سابقا يعني. فهنا عملنا الترين والفاليديشن والتست، اخذناهم من رو وعملنا لهم فورمات بالسايز هذا اللي احنا حددناه 160 في 160. تمام. طيب هجيت بدنا نشوف بدنا نعمل شافل للديتا، وبدنا نعمل نحدد الباتش تبع البيانات، نشوف الابعاد تبعته قديش. وهنا بدنا نعمل البيس موديل تبعي بناء على بري تريند موديل زي ما حكينا، كونفنت كونفولوشن نيورال نتورك اللي هو زي ما حكينا جوجل عمل له تريننج موبايل نت فيرجن 2. تمام. طبعا هذا الموديل هو بري تريند، مدرب على 1,400,000 صورة وفيها 1,000 كلاسز 1,000 اوبجكت. يعني انا اللي ذكرته هنا cat dog horse في اس هنا، تمام car الى اخره. فانت عندك 1,000 كاتيجوري، بتعرف على 1,000 كاتيجوري، كرسي طاولة person wheel car اللي بدك اياه. تمام. بالضبط. كتير كتير كبيرة، وهي جوجل انه بالديتا سنتر الموجود عندها انه قعدت انه تقريبا اسبوعين تعمل تريل للنتورك. في برضو داتا موديل ايش اسمه؟ في جي جي شيء يعني انه مش من ضمن الموضوع 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 مش من ضمن احنا استخدمنا سابقا ال VGG. واليوم نستخدم الموبايل نت فيرجن 2. فهنا في الابليكيشنز ايش في هنا عندي؟ وهذا بالضبط هاي موبايل نت فيرجن 2، موبايل نت انسبشن فيرجن 3، دنس نت في جي جي 16، في جي جي 19. لازم يكون واحدة من هدول لأنه هاي الموجودة أنا عندي الابليكيشنز أو البري تريند موديلز. يبقى الفي جي جي منها نسختين 16 و 19، وعندي الريز نت، وفي عندي الناس نت موبايل، وفي عندي الناس نت لارج، ناس نت فيرجن 2 أو موبايل نت فيرجن 2، موبايل نت انسبشن فيرجن 3، انسبشن ريزنت فيرجن 2، زي هيك. هذول هم اكيد لازم يكون واحدة من هذول، الا اذا كان موديل يعني موجود على جيت هاب انه جوجل مش عامله له انكلود عندها في الريبوزيتوري تبعها. تمام. فالان هنا بنعمل لود، وهنا الويت بتساوي ايمج نت، فهنا بحمل النتورك بالاضافه للويتس تبعتها. تمام. هنا بنشوف الابعاد تبعت الفيتشر تبعت البيس موديل. انا عندي 32.5.5.180. نعمل فيتشر اكستراكشن، نخلي البيس موديل هذا ترينبل بتساوي فولس. ليش؟ لانه احنا بدنا ناخذ الفيتشر من اللاير الاخير وهو بدناش نعمل له تريننج، بدنا نعمل نضيف طبقه اضافيه للتريننج. برجع مرة تانية هنا، احنا ايش بدنا نسوي؟ الطبقة تبعت الأخيرة بدنا ناخذ منها الفيتشرز. تمام؟ ونروح نعمل كمان طبقة في النيورال نتورك تاخذ الفيتشرز هدول كانبوت. تمام؟ وتعمل لي بس كات ودوغ بس مخصصة من الألف تو كاتيجوري. تمام.
العمود يجيب لك هنا ده عشان يخصص لا ممكن انت تضيف طبقات هنا زي ما بدك انه تتعلم من الفيتشرز هذه. لا مش هيك القضية، القضية انه هذا انه متعلم على الف تمام الكاتيجوري. التخصيص هنا التخصيص معناها انه انت بس بدك تخص تو كاتيجوريز، انه هو بتعرف على الكات والدوجز بشكل جيد ولكن انه مش كلهم، فبدك انه تعمل تريننج ل هنا لنيورال نتورك اضافيه بحيث انه ياخذ الفيتشرز اللي طلعت من هاي البري تريند وياخذها ويتعلم عليها اكثر ويعمل كاتيجورايزيشن هنا. هنا كل ما كان ديب اكثر اكثر انه بخصص اكثر. لا مش بالضروره مش بالضروره تمام. فهجيت شوف شوف النتورك هذا الموبايل نت، شايف كم لاير فيها؟ شايف قديش بتستعرض انت كم لاير انت عندك؟ هاي الانبوت، في عندي convolution باد conf واحد، بعديها هنا بالضبط في عندك بلوك واحد، وبعديها بتنزل تحت هنا بلوك اثنين، بلوك ستة، ثمانية، عشرة، اتناعش. شايف انت كم عندك باراميتر؟ non-trainable باراميتر بتساوي 2,257,000. ليش صاروا non-trainable باراميتر؟ لانه احنا حكينا في هاي الجملة بالضبط base model trainable بتساوي false، بدناش نعمل تريننج لهذا الموديل، احنا بدنا ناخده زي ما هو اللي هو هذا سي ان ان الموبايل نت فيرجن 2، بدنا ناخذ من الطبقه الاخيره هذه فيتشرز وهنا بدنا نعمل تريننج. يبقى هذا بنحط الترينبل تبعه فولس وبنضيف طبقات اضافيه هنا وهذه هي اللي بنعملها تريننج. تمام تمام يا جماعه. طيب فهنا بنضيف الطبقات تبعتنا اللي هو الكلاسيفيكيشن هيد اللي هو الجلوبال افريج لاير تمام. هنا جلوبال افريج بولينج 2D فهي الابعاد تبعته، وايش ضاف بعديها كمان دنس لاير. اكم في نيورون يا احمد؟ هنا طلع على البروجيكتور واحد. ليش هو واحد؟ عندي الاوتبوت نيورون واحد بالضبط 0 1 كات ودوغ تمام بالضبط. نبني الموديل تبعنا كيراس سيكوينشال. ايش ضفنا في اللايرز؟ البيس موديل، بعديها الجلوبال افريج لاير اللي بناخذ فيه الفيتشرز هذه وبنعملها افريجنج، بالاضافه لللاير الاخير اللي هو البريدكشن لاير اللي هو فيه نيورون واحد 0 و1. اعمل كومبايل للباراميتر، بنحدد اوبتمايزر وال loss والمتريكس تمام. شوف السمري تبعه للترينابل باراميتر قديش؟ 1000 بس 1000 اللي هو على قد هدول الطبقتين اللي احنا ضفناهم. النون ترينابل زي ما حكينا اللي هي الموبايل نت فيرجن 2 2 مليون و257 الف تمام. هنا في هذه الخطوه بنروح بندرب ال 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 الموديل على 10 ايبوكس تمام. هيو لسه شغال كمان، انا شغلته من اول ما بديت اشرح وهيو لسه في اي ايبوك، في الايبوك التاسعة لحسن الحظ يفترض انه قريبا يخلص. فهنا حددنا انه احنا بدنا نعمل ترين ل 10 ايبوك تمام. طبعا هنا عملنا بريدكشن قبل ما نعمل تريننج، قديش الاكيرسي تبعته؟ 57%، يعني نص نص تقريبا، يعني بغلط في الكات والدوغ. شايف هذا البري تريند موديل بغلط على الكات يعني بغلط في تصنيف الكات والدوغ يعني بنسبة 57% او الدقة بالضبط الدقة 57%، فبالتالي بغلط في 43 تمام. فالانيشال لوس ليش احنا جبنا الانيشال؟ لانه هو بري تريند اوريدي، بس في عندي هدول التنتين لسه فيهم راندوم ويت مش تريند، عشان هيك النسبة نازلة كتير، عشان هيك النسبة نازلة كتير. فكانت انه النص 5.25 والاكيوريسي 5.75. لاحظ هنا الاكيوريسي طلعت
74 في اول ايبوك، ثاني ايبوك 85 89 90 91 92 لغايه اخر ايبوك، عد وخلصها. وصل، هيوصل 94. لا 93.87، بس على اي حال انه هي اعلى من 93.86، اعلى من الايبوك اللي قبليها. تمام. طبعا هذا البلوت للتريننج اكيوريسي. دائما التريننج اكيوريسي كيف تعرف انه هي طبيعيه ولا لا؟ الاكيوريسي بتلاقيها في الطالع، واللوس بتلاقيه في النازل. لازم للتريننج والفاليديشن انه يكونوا زي هيك، وعاده بيكون انت عندك للتريننج والفاليديشن انه بتلاقي انه للتريننج الاكيوريسي تبعته اعلى من الفاليديشن، لانه هذا طبيعي، لانه الفاليديشن اللي هي التيست انه الداتا هذه عمره شافها، فبالتالي انه طبيعي جدا انه هو يغلط فيها اكثر، يعني اكثر شوي من التريننج. واللوس هنا طبيعه الحال انه بيقل مع الايبوكس، احنا عملنا 10 ايبوكس. طيب نعمل فاين تونينج، يعني نشوف النسبه هذه قديش كانت. 93% ممكن نرفعها، ممكن. ايش نسوي؟ كيف نرفعها؟ ناخذ الموبايل نت نعمل له انفريز، ونخلي الطبقه الاخيره هي اللي كمان تدخل في التريننج. كمان مره بالضبط، بس مش كل الموبايل نت، لا بس اخر بالضبط. فبالتالي هنا التريننج باراميترز حتكتر عندي، تمام. فبالتالي انه ممكن ساعتها نرفع النسبه من 93 انه تطلع اكثر. فهذا اللي سواه هنا. ايش حول البيس موديل؟ شايف عندي هنا البيس موديل حوله ترو، ترينابل بتساوي ترو، يبقى خلاص صار قابل للتريننج. بس بدنا نعمل تريننج لغايه اي ليفل؟ انا عندي تقريبا كلهم 155، تمام. المية هاي بدوش يمسكها، وبدو ياخد البقية ال 55 اللي هو بده يخلي ال الترينابل تبعهم انه بيساوي فولس. او خليني اشوف اتأكد هنا انه لغاية 100، فهنا من الاول لغاية 100 انه خلى الترينابل بتساوي فولس. نعم صحيح، تمام. فبالتالي هنا ال 55 الاخيرة، يعني بمعنى آخر عشان إنه أوضح لك إياها، خلي أعمل لك إياها في رسمة جديدة. هاي الموبايل نت، فيرجن 2. كم لاير أنا عندي؟ 155. ايش عمل؟ نعم هاي عدد اللايرز كلهم 155. ايش عمل هنا؟ انه من الاول لغايه ال 100 هاي حطينا فاين تون ات، من غايه لغايه ال 100 ايش حط؟ ترينابل بتساوي فولس، يعني هذول ال 55 بالضبط. فهو ايش عمل؟ هذول ال 100 بالضبط، وهدول صاروا ال 55 صاروا ترينابل. عشان نحصل ال 93 نرفعها 93%، انه احنا نرفعها بالضبط. ايش هو ال 94 النسبة؟ يعني لانه في راندومايزيشن في الداتا، يعني بس حوالين. طيب حاجات هنا نشوف قديش صاروا الترينابل مقابل النون ترينابل. النون ترينابل اللي احنا جمدناهم كانوا يعني البارامترز 395 ألف، والترينابل بارامترز صاروا كلهم
و863,000 بالضبط. فاحنا اخذنا جزء من النتورك، هذا بري ترين بالضبط. نعمل كونتينيو للتريننج. لاحظوا هذه النسبة ارتفعت ولا لا؟ ما دام ارتفعت خلاص انا برتاح. انا كانت عندي اخر شيء 93، هيها صارت 94، صارت 97، هنا 97، هنا صارت 98. فبالتالي هنا مبدأ الترانسفير ليرنينج، انه زي ما حكينا كمان مرة بكرر لك، انت في الماشين ليرنينج هنا بدك تشوف وصفات او بري تريند موديل، وانه تحاول تستفيد منها قدر الامكان، لانه هذه البري تريند موديل يعني انت على مستوى الشركات المتوسطة انه انت تقدر تبنيها بتحتاج كتير ريسورسز. زي ما حكيت لك جوجل مدربة على 1,400,000 صورة وكم كاتيجوري؟ 1000 كاتيجوري، وقعدوا اسبوعين في التريننج للنتورك على الداتا سنتر تبعهم. شوف اكام عندهم جيب غير عنا، تمام. فبالتالي هنا انت ممكن تاخذ منهم بري تريند موديل وتعمل له تونينج وتحسن، ترفع النسبه تبعته مثلا ل 10 كاتيجوريز انت محتاجهم في التطبيق تبعك، مثلا في الموبايل او في كذا، انه يتعرف مثلا على حقيبه وعلى نظاره وعلى كذا وعلى يعني سبيسيفيك اوبجكتس، فممكن انه انت ترفع النسبه تبعته. فهنا لسه بعمل تريننج، تمام. 89 ضايل 5 اي بوكس، بياخد وقت. وهنا البلوت هنشوف نكمل انه نزلت اكتر اللوس والاكيوريسي طلعت اكتر، وهنا لاحظ انه هو بيعمل لك خط في النص. نعم، طيب. هيك بنكون خلصنا مبدا الترانسفير ليرنينج. بدنا ندخل هنا في الستايل ترانسفير، الستايل ترانسفير. مبدا الستايل ترانسفير احنا ايش بدنا نسوي؟ في عندي صورة، تمام؟ هذه الصورة موجودة على الويكيبيديا من الويكيميديا كومونز، تمام؟ وهذه رسمة مين رسمها؟ رسمها كاندينسكي، فاسيلي كاندينسكي. لا هذا روسي، هذا روسي، تمام؟ والله احنا الشغلات هذه ما بنفهمش فيها يعني. فهذه مرسومة بالأويل، بالزيت، رسمة زيتية، تمام؟ حقيقة احنا لو طلبنا من كاندينسكي انه يرسم هذه السلحفاه بالالوان الزيتيه تبعته، ايش المفروض انه هو يطلع؟ المفروض انه يطلع الشغله زيك. هذا هو مفهوم الستايل ترانسفير، الستايل ترانسفير. فانت عندك لا، في فلتر، في فلتر مبني على الايمج بروسيسنج. ايمج بروسيسنج عادي، في فرق بين الايمج بروسيسنج والديب ليرنينج، تمام. الايمج بروسيسنج انه انت بتعتمد على تحويلات رياضيه انه بشكل مباشر، بالضبط، انه فيش فيها ليرنينج، معادلات بتحول لماتريكس وبتلعب بالبيكسل، بالضبط، بس معادلات وبطبقها. اما الديب ليرنينج انه مبني على تريننج، انه انت بدك تتعلم الفكره تبعتها هنا، انه انت بدك تتعلم الاستاتستيك تبعت الكونتنت، انه انت عندك هنا في ايدج زي هيك، تمام، وهنا شايف المناطق تبعت السلحفاه هذه في
في البيت تبعها، تمام؟ وشايف هذا النمط هنا في الايدجز، بدنا نتعلم الاستاتستيك تبعته، وهنا بدنا نشوف الاستاتستيك تبعت الستايل ونحاول انه نعمل دمج بيناتهم، تمام؟ فهذا مبني على ماشين ليرنينج، انه انت تتعلم استاتستيك من هنا، تتعلم استاتستيك من الكونتنت، تتعلم استاتستيك من الستايل وتطبق عليه بهذا الشكل. اوكي. طبعا انا حستنى شويه انه انا حشرح شويه هنا، مش حعمل ران لانه انا عندي ريسورسز الرام والشغلات هذه، مش حقدر اشغل 2 كيرنلز او 2 نوت بوك، الذاكره مش حتكفي. عشان هيك اذا كان بالغلط انا في عندي شغله شغاله والرساله اللي طلعت لك سابقا، بروح هنا على ران تايم مانج سيشنز، بيطلع لي السيشنز كلها اللي شغاله بعملها ترمينيت هنا. اذا كانت واحده انت مش مفتوحه عندك ولسه شغاله بعملها ترمينيت من هنا بالضبط. هو تقريبا عنده خلص هذا، خلينا ننتظر شويه ونروح نفتح هذه على الكولاب. كيف؟ في شيء تحسين كتير؟ لا، هنا 35 هنا 39. هذه لما تكون الداتا سيت تبعتك لارج بتكون هذا الفراكشن، يعني حتى لو كان بعد الخانة العشرية بأربع أرقام بيأثر. ضايل تنتين. فأنت عندك قفزة هنا 35 39 39 ل 43. الإيبوك اللي وراها، يعني أنت لو إجيت من أول إيبوك من 94 لغاية 98، لا في قفزة، بس القفزات هذه أنت بتشوفها بين كل إيبوك وإيبوك إنه مقدار ضئيل يعني نوعا ما يعني. آخر واحدة. لاحظ إنه اللص هنا متقلب، يعني 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3. لا لا لا، احنا لسه في في الترانسفير. نعم. أنا عندي 98 و48، بدأت تتحسن. 49 50، يعني ها بدأت تتحسن عن الإيبوكس الأخيرة يعني.
مش كتير يعني، هنا 46 هنا 48 يعني انه مش كتير يعني. شوف البلوت ايش حط هنا خط. احنا كملنا تريننج لانه هذا بري تريند موديل، احنا يعني عملنا تريننج اول لغايه المنطقه هذه وبعديها كملنا لقينا انه الاكيرسي كمان بتطلع، وهنا نفس الاشي بالنسبه لللوس انه بينزل كذلك انه بينزل عن اخر وحده. تمام. طيب بخصوص موضوع الترانسفير ليرنينج، الان ممكن نفتح هاي بالكولاب ونشوف هنا في السيشن اذا كان في عندي اذا في شيء شغال اعمل له تيرمينيت اللي هذا الترانسفير ليرنينج، ماخذ هذا الحيز كله من الرام ما بدناش اياه، بعمل له تيرمينيت عشان ماخذ هذا الحيز من الرام وماخذ هذا الحيز من الجي بي يو، بعمل له تيرمينيت عشان اقدر اشغل الكيرنل اللي وراه. نعم هاي من هنا من ران تايم مانج سيشنز، هاي تيرمينيت ياخذ شوية وقت في الترمينيت. هيك خلص ساعتها، هاي صار في عندي الرام والديسك فاضي بنبدأ نشغل. فهنا بنعمل الامبورت تبعي او زي ما تعودنا ايش بعمل ران تايم ران اول عشان انه انا اكسب وقت. فهنا هاي الامبورت تبعي وهنا الانستول لتنسر فلو جي بي يو، هنا كذلك امبورت، وهنا بس حددت الباث تبع الكونتنت اللي هي هاي الصورة، هاي المسار تبعها في النهاية عبارة عن URL JPG، والثانية اللي هو الستايل. يبقى هنا الكونتنت باث الكونتنت باث والستايل باث، نعملهم فيجواليزيشن الاثنين. ولسه بالمناسبة عماله هاي فيجواليزيشن للايمج الكونتنت ايمج والستايل ايمج، بدنا ناخذ الستايل هذا نعمله ترانسفير على هذه الكونتنت. بس هنا المطلوب انه اكتشف هذه الايدجز زي هيك تمام، وهذا النمط انه انا اكتشفه واعمل ترانسفير. فبالتالي انا بحتاج لسي ان ان عشان انا اكتشف كل هذه الايدجز يعني احنا حكينا انه سي ان ان عندها المقدره انه هي تشوف الايدجز باستخدام الكونفولوشن، وبدنا نعمل ترانسفير للنمط هذا او للستايل هذا وبدنا نحافظ على الايدجز اللي موجوده هنا. تمام. فايش بدنا نستخدم هنا؟ في جي جي 19 بالضبط. هذه عباره عن بري تريند نتورك. ليش مستخدمه؟ للايمج كلاسيفيكيشن. ليش احنا استخدمناها؟ بدنا نستخدم سي ان ان اللي فيها في قدرتها على التعرف على الايدجز تمام، وبدنا نركب عليها طبقات اضافيه عشان تعمل ترانسفير للستايل. تمام. هاي حملنا الفي جي جي وهنا بنقول له الويتس بتساوي ايمج نت، فبالتالي هنا حمل النتورك مع الويت. ايوه في جي جي بتساوي تي اف ابلكيشن في جي جي 19 وحملنا هذا الكلام كله. تمام. طبعا لو احنا اعطيناه الصوره هذه انه يعمل لها بريدكت وجاب لي التوب 5 كاتيجوريز، ايش جاب لي؟ لوجر هيد، ليدر باك تورتل، هيرميت كراب، هذول كلهم عباره عن كاتيجوريز. وهنا قديش مقدار انه هو قديش انه هو الاوتبوت انه سيرتن انه هذه 74 هذه 11 هذه 05، فبالتالي اعلاهم مين؟ ال 74 اللي هو اللوجر هيد. فعليا اللوجر هيد هي عباره عن سلحفاه، نوع من انواع السلاحف.
لو شفتها زي هيك هي نوع من انواع السلاحف. تمام. طيب هذا بس انه احنا استخدمنا الفي جي جي عشان يعني هي كمان مره في جي جي 19 لايش مستخدمه ايمج كلاسيفيكيشن. احنا ايش بدنا ناخذ البري تريند موديل قدرتها على تحديد الايدجز عشان نستخدم الايدجز هذول ونعمل ترانسفير للستايل تبعه. طيب هنا طلبت منه انه يطبع لي اللايرز تبعت الفي جي جي كلهم. هاي طبع لي اياهم، هاي في انبوت بلوك 1 كونف 1 بلوك 2 كونف 2، فبالتالي كم بلوك فيها؟ 5 بلوك، كل بلوك فيه كونفولوشن بولينج. يعني هنا لاحظ مثلا بلوك 3 هي علمته كله من ايش مكون؟ شوف على البروجيكتور كونف 1 2 3 4 بالاضافه لبولينج. شوف لي 5 مثلا نفس الفكره، 4 convolution layers بالإضافة لبورينج. هذا المبدأ إحنا حكيناه في الconvNet. الconvNet أنت عندك convolution bowling، ممكن يكون كمان بعديه convolution bowling، أو ممكن تعمل convolution convolution convolution، بس لازم بعديهم يجي bowling layer عشان يعمل تجميعة للإدجز اللي اكتشفهم هذول. طيب حكيت هو قرر إنه يختار الintermediate layer تمام عشان تعمل ريبريزنت للستايل والكونتنت تبعت الايمج. فبالتالي اخذ 1 و2 و3 و4 و5 اللي هو الكونفولوشن، اول كونفولوشن من كل بلوك بالضبط. هذا لمين؟ للستايل. والكونتنت بلوك 5 كونفولوشن 2. تمام. ممكن هذا الكلام نغيره، بضل انه احنا نعمل باراميتر تونينج انه احنا نحدد هاي الشغله. تمام. فبالتالي هنا في عندي تقريبا بلوك 1 للكونتنت و 1 2 3 4 5 بلوك للستايل. طبعا هنا في حاطط تبرير ليش احنا استخدمنا الانترميديت في البري تريند موديل عشان انه احنا نعمل ترانسفير للستايل، لانه هو بحكي لي انه at higher level انه في النتورك عشان تعمل image classification في البدايه انه هي بتحدد الايدجز تبعتها وبعديها بتجمعها. تمام. وبيكون في انا عندي internal representation لهي الشغله، فعشان هيك انه هو اختار هاي الشغلات انه هدول اللايرز بشكل مبدئي انه هو يستخدمهم للوحده للكونتنت والثانيه للترانسفير. تمام. طيب هنا بدنا نعرف اللايرز اللي بدنا نستخدمها، وهنا حاط ال VGG trainable بتساوي false. هنا حاط الموديل، وهنا يعني هنا عرف انه VGG layer وراح استدعى هذه الداله VGG layers وايش اعطاها؟ الستايل layer، وسماها style extractor، وهنا style output حسب ابعاد الصوره. طبعا هنا بس عشان يطبع الشيبس اللي هي الابعاد تبعت الكونفولوشن. هنا بده يعمل كالكوليت للستايل. كيف اعملها؟ ايش وين بيكون في عندك اشي قبل مش مشغل؟ يعني مش انت عملتينهم run all؟ لا بعملها واحده. ران اول بتكسب بوقت لانه بياخذ وقت كتير طويل في التريننج. فبالتالي وانا هيني بشرح اوريدي انا عندي نازل تحت وبشغل. يعني هنا لو نزلت تحت هنا هيو لسه اعتقد انه بعمل تريننج. لا خلص خلص، لا اوريدي خلص. هاي فاينالي سيف للصورة، والصورة هي موجودة صارت هنا. لا لا مش على الجهاز، السيف هنا على الكولاب على ال بالضبط اللي هو هاي الصورة اسمها كادنت بالضبط. هي موجودة. تمام.
فخلينا نكمل. هو اوريدي خلص تريننج وخلص. احنا وين وصلنا؟ وصلنا انه طبعا الشيبس. طيب حكيت هنا بحكي لي انه بما انه الصوره فلوت فعرف فانكشن عشان تعمل لي تحول البكسل اللي عندي ل 0 و 1 بالضبط. هنا حدد الاوبتمايزر ادم وهنا حدد باراميترز للستايل وللكونتنت. وهنا لازم اعرف ستايلوس هي عباره عن داله راح نمررها لل في التريننج عشان نحسب كيف انه احنا بدنا نحدد اللوس. فالفكره في الموضوع هنا انه كيف بدنا نعمل ترانسفير او بدنا نحسب اللوس. فهنا بدنا نحسب زي ما حكينا في الصوره الاستاتستيك تبعت هذه والاستاتستيك تبعت هذه ونعملها ترانسفير لهنا. بس في نفس الوقت بدنا تكون انه الاستاتستيك بعد ما نعملها ترانسفير ما تكونش بعيده عن الاستاتستيك الاصليه. فبالتالي انه هذه هي اللوس. بعد ما عرفنا اللوس هنا عملنا الجريديانت تاب فانكشن لانه احنا حنستخدمها في التريننج ولازم اعملها ديكوريشن. هنا احط at tf function عشان يحسن الاوبتيميشن الفانكشن تبعها انه يحولها من دايناميك جراف لستاتيك جراف لانه الستاتيك انه اسرع في التنفيذ. يبقى هنا ايش المطلوب في التريننج ستيب؟ كل خطوه ايش بده يسوي؟ بده يروح يطلع الاوتبوت من خلال الاكستراكتور ويحسب اللوس تبعها تمام، ويطبق الجريديانت مفهوم الجريديانت اللي هو تريننج يعني على اللوس والايمج تمام، ويعمل ابديت للويت. هنا عمل ثلاث خطوات ترين ستيب للايمج، الخطوه الاولى الخطوه الثانيه الخطوه الثالثه، وبعديها عمل بلوت للايمج. فهنا لاحظ انه بعد ثلاث خطوات بدا فعلا الستايل ينتقل. ليش ثلاث خطوات؟ هاي هذه انه زي هيك زي ما حكيت، هذه لو قللتها اكثر من هيك ممكن انه انت تلعب فيها انه هدول اعملهم زي هيك انه خطوتين ونشوف كيف شكل الصوره بتصير. لا محتاجة لتريننج ستيب أكثر بحيث إنه نقل الستايل كله بالكامل، فبالتالي الإيرور أنا عندي عالي. طب نضيف كمان خطوة خف الستايل أنا عندي شوية وهنا بالضبط بالضبط أنت بتحافظ على الصورة أكثر. نعم. لا لا مش راندوم. القصة في الموضوع هنا انه 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 انا ما صفرتش يعني هنا انه انا يفترض انه الايمج هذه انه اشغل واحدة فوق لانه هو كان اوريدي مطبق ثلاثة قبل ورجع كمل أربعة خمسة ستة بالضبط هيك كمان ثلاثة. فهيك انه كل ماله بيطبق الستايل اكثر فعلا. فالثلاثة الاولانيات كان الستايل لا اول اشي بيكون الستايل خفيف وبعديها بيبدا يزود في الستايل زي ما احنا شفنا تمام. يعني هدول لو شغلتها كمان مرة هي حيعمل كمان ثلاثة فبلاقي انه الستايل بيزيد اكثر. كمان مرة الستايل بيزيد اكثر. فهذه مشكلة انا عندي تمام. احنا بدنا نحافظ على الشكل الاساسي او الكونتنت الاساسيه في الصوره وانه يكون الستايل اخف من هيك. فهذه المشكله صارت واضحه هنا. فهنا لو عملنا تريننج ل 10 ايبوكس تمام والستبس لكل ايبوك انه 100 يعني انت عندك هاي تريننج ستيب واحنا كم ايبوك حنعمل؟ 10 10% يعني
ألف. فهنا بيعمل بلوت، بضلوا يعمل بلوت. هذه بعد الايبوك ألف، شايف الستايل طاغي كتير على الكونتنت. هذه الدالة انه بتحسب قديش الفاريشن لوس. ايش الفاريشن؟ انه انت عندك الاوريجينال ايمج وعندك الايمج بعد ما طبقنا الستايل، فبدنا نحسب الفاريشن كوفاريشن ماتريكس. هي عبارة عن كوفاريشن ماتريكس اذا مرت عليك في الرياضيات. فهي الاوريجينال ايمج تمام هوريزونتال طبعا بطبيعة الحال، وهذه فيرتيكال. وهنا بعد ما طبقنا الستايل شايف قديش الفاريشن بين هذه وهذه؟ اشرح لي ستايل. راحت الايدجز، راحت الكونتنت بالضبط. فهنا طلع صار عندي ايدجز كثيره، وهنا بطلت قادر اميز وين السلحفاة. فاحنا ايش بدنا نسوي؟ بدنا نروح نعمل حاجه اسمها، نطبق حاجه اسمها سوبل ايدجز. هذه عباره عن شغله او فلتر في الـ في الايمج بروسيسنج بالضبط. زي مش عارف اذا مر عليكم فلتر في الايمج بروسيسنج اسمه فاست فورير ترانسفورميشن، هذا اشي زيه ما مرش عليكم. ما عندكمش ايمج بروسيسنج او اشي، اي شيء له علاقه بالموضوع. بس في عندك تحويلات في الايمج، في الايمج بروسيسنج، وهذه واحده من التحويلات. اسمه يعني الوظيفه تبعته انه بيستخدم الفريكوانسي تبع الايمج عشان يجيب يعمل ايدج ديتكشن تمام. فبالتالي اسم التحويل هذا سوبل ايدجز. فهذا السوبل ايدجز ايش بمكنني؟ بمكنني انه اشوف الهوريزونتال والفيرتيكال ايدجز. احنا طبقناه، شايف انه في اختلاف. يعني هنا شايف الفيرتيكال هذا ما كانش، هذا ظاهر هيو في الفيرتيكال، بس في الهوريزونتال مش ظاهر هنا صح. شوف علي على البروجيكتور كمان مرة. انت عندك هذه الخطوط الرأسية، انت عندك في الصورة في الفيرتيكال لما انت طبقته على نظام الفيرتيكال قدرت تشوفه، لكن هنا لا مش موجودة تمام. فلازم اني اطبقه على الفيرتيكال بالضبط. فجيت هذا الترانسفورميشن بدنا نستخدمه تمام، وندخله في اللوس بحيث انه احنا نحافظ على الايدجز ونعمل ري ران للاوبتمايزيشن هذا تمام. واضح ايش احنا عملنا؟ رحنا قعدنا تعريف التوتال هذه اللوس فانكشن تمام، ودخلنا فيها ال 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 السوبل كوفاريشن ديتكشن، انه نقول له انه انت تحافظ على هذا الكلام. وعملنا هنا ري ران للاوبتمايزيشن، هي عرفنا للتريننج ستيب كمان مره، ودخلنا فيها اللوس الجديده هاي تمام. فبعد ما عملنا ران ل 1000 ايبوك بنلاحظ هنا شكل الصوره. لو قارنت الصوره هذه بالصورة هاي، لا في فرق. كمان مرة ركز معايا، هاي ولا هاي؟ هاد الكونتنت واضحة أكثر، الإدجز واضحة أكثر صارت فيها صح؟ طلعوا معاك صور قدرت تشوفهم قدامك على الشاشة، في فرق ولا ما فيش فرق؟ في فرق. نعم هاي اورجيكم اياها. مش عارف ال LCD انت عندك هنا ببين هاي الشغلات او لا، كيف؟ اه هو بدون حد لغاية لما راحت الايدجز بالضبط. فاحنا حطينا حد للايدجز انه، ودخلناه في عملية اللوس انه بالضبط.
تمام؟ واضح الفكرة تبعت الترانسفير؟ ايش الفكرة الملخص تبعها؟ انه انا في عندي كونتنت وفي انا عندي ستايل، بدنا نتعلم الاستاتستيك تبع هاي، نستخدم بري ترين سي ان ان، وبدنا نستخدم نتعلم الاستاتستيك تبعت الستايل، ونحاول نحن ندمجهم مع بعض. واللوس فانكشن تبعتي انه بدها تكون بالنسبة للصورة الاصلية انه احنا نحافظ على الايدجز بالضبط. فهذا ممكن انت تستخدمه في تطبيقات كثيرة، تمام، خاصة انه تطبيقات على الجوال، انه في كثير انتوا اكيد بتلاحظوا انه بحط الصورة تبعت البروفايل تبعه انه صورة زي كأنه مرسومة بألوان زيتية. نعم. كيف؟ نعم. صحيح، لأنه هنا في الكود الأخير هايو else file download finding. هيك تقريبا بنكون خلصنا الـ CNN بشكل كامل. يبقى استخدمنا الـ CNN أول حاجة، استخدمناه هنا في الـ classification، شفنا introduction لـ CNN انه احنا ضفنا convolution layer انه هو يتعرف على، اعتقد كانت الـ problem اللي هي الـ fashion net، وبعديها شفنا الـ transfer learning انه احنا نعمل tuning لـ pre-trained model في category معينة في الـ classification، وشفنا الـ style transfer. الآن بدنا ننتقل للـ recurrent neural network، وفي الـ recurrent neural network بدي ارجع هنا على التشيت شيت ونحاول نفهم حاجة. هنا في عندي deep learning، ما نفتح هاي. طيب في هاي زي ما حكينا، هاي احنا خلصنا الـ CNN، وهنا الـ recurrent. الـ recurrent الفكرة تبعتها انه في انا عندي sequence في الـ input. ايوه هنا deep learning الثانية، الأولى إنه نفس هاي الشغلات بس محطوطة كملفات على الجيت هاب، فبالتالي ممكن تعملي لها فورك تحتفظ فيها، لأنه هذه كلها ملفات بي دي اف إنه بعرضها هنا. هيو، أو ممكن تعمل ستار للجيت هاب بروجكت هيو من هنا مباشرة، تمام. فالفكرة هنا في الريكرنت نيورال نتورك إنه مفهوم الريكرنسي، خليني افتح لكم التشيت شيت هذا برضو كذلك عشان انه نفهم شو مفهوم الريكرنسي. مفهوم الريكرنسي انه انا بيكون في عندي الانبوت او الاوتبوت تبع النتورك بيكون داخل مرة تانية في الانبوت، هذا هو. هذا انا حطيت لكم الرابط تبعه هنا. هاي انا عندي النيورال نتورك بهذا الشكل. طبعا هذه بيرسبترون، هذه فيد فورورد، انا عندي هذه عباره عن انبوت نيورون، هي انبوت سيل، هي اللون تبعها زي هيك، هذه انبوت سيل، تمام. بنلاحظ انه النيورون هذا بياخذ انبوت من هذا النيورون وهذا النيورون، تمام. اما مفهوم الريكرنسي، شايف هذه السيل عبارة عن ميموري سيل، والاوتبوت تبعها في ريكرنسي برجع بدخل مرة ثانية في الانبوت في نفس النيورون. فبالتالي هنا في ريكرنسي بالضبط زي ريكيرجن، انه الانبوت مرة ثانية بيطلع وبدخل وبنرجع نحسب مرة ثانية بيطلع اوتبوت جديد لغاية لما يصير استقرار ستابيليتي، تمام. فهذه الريكرنت نيورال نتورك، في منها انواع ممكن انه من الهيدن
برجع على الهيدن مرة تانية وممكن من الهيدن برجع على الانبوت على اللاير اللي قبله كمان مرة. تمام؟ في منها أنواع كتيرة. في منها أنواع كتيرة والتصنيف تبعها هاي هنا. فبالتالي أنا عندي هنا input. طبعا إيش الهدف تبعها؟ بتكون مفيدة في تطبيقات كتيرة. زي إيش مثلا؟ زي التطبيقات اللي بتحتاج إنه سياق، زي text وزي الستوك market prediction، إنه سعر السهم من مبارح وأول مبارح له علاقة بسعر السهم اليوم. فبالتالي بالضبط في البريدكشن لما انا بيكون في عندي اوردر والاوردر له معنى في البيانات انا تبعتي، او في السبيش. في السبيش انا لما بدي احكي كلمه معينه لما باجي افتح الباب، يعني افتح دائما بيجي معناه بيجي وراها كلمات محدده انه حسب السيكونس. تمام؟ فبالتالي الاوردر هنا يعني معرفة الكلمة الحالية أو الكلمة السابقة عفوا في له دور كبير في تحديد الكلمة الجاية. تمام؟ بالضبط، وهذا ممكن استخدمه في اللانجويج موديل. فبالتالي أنا عندي هنا الانبوت كسيكونس، أيوه زي ما أنت شايف إكس هيو فوق واحد، واحد هذا مش يعني مش الدرجة، هو عبارة عن الأوردر. فبالتالي أنا عندي الإكس تمام واحد اكس 2 اكس 3، فبالتالي هذا عباره عن سلسله، والاوتبوت برضو عباره عن سلسله واي 1 واي 2 واي 3 بهذا الشكل. تمام؟ طبعا هذه تفصيل هذا المربع اللي جوا عشان يحتفظ بالمعلومه، هو فعليا وكانه عباره عن ميموري سيل، انه المعلومه جوا بتتخزن. تمام؟ ف ايش الانواع تبعتها؟ في عندي 1 to 1، فبالتالي انا عندي الانبوت سيكونس اكس والاوتبوت واي. هذه عباره عن تراديشنال نيورال نتورك مش ريكرنت. بالضبط. في عندي 1 to many، فبالتالي انا عندي الانبوت بس 1 ستيت او 1 سيكونس يعني، والاوتبوت عندي واي 1 واي 2 واي 3 لغايه واي تي. التطبيقات تبعتها مثل الميوزك جينيريشن. نشوف التطبيقات اللي اقرب لنا اللي هي ماني تو 1. فبالتالي انا عندي الانبوت بيكون عباره عن سيكونس من الكلمات، والاوتبوت عباره عن بوزيتيف او نيجاتيف زي السنتمنت اناليسيس. ايش السيكونس؟ اتخيل انا عندي هاي اكس 1 اكس 2، هذا الفيلم ممل جدا، هذا عباره عن سيكونس، والاوتبوت ايش هو؟ بوزيتيف او نيجاتيف، عشان هيك بنحكي ماني تو 1. يبقى انا عندي سيكونس ماني والاوتبوت 1 ستيت. في عندي ماني تو ماني، في له تطبيقين ماني تو ماني، يا اما نيم انتيتي ريكوجنيشن او ماشين ترانسليشن. نشوف النيم انتيتي ريكوجنيشن، بيكون انا عندي الانبوت عباره عن تكست تمام، والاوتبوت عباره عن بارت اوف سبيتش عفوا عباره عن نيمد انتيتي، عباره عن نيمد انتيتي. ايش مفهوم النيمد انتيتي؟ مر عليكم قبل هيك؟ نعم. مفهوم النيمد انتيتي يعني على سبيل المثال انه انت عندك I work for university. تمام؟ فبالتالي هذه بروح بتعرف عليها انه هذه name entity عبارة عن organization. تمام؟ او هنا خلينا نحكي انه احمد بتعرف عليها انه هو name entity person. تمام؟ فبالتالي انه في النص هذا انا في عندي two named entity. الـ part of speech tagging انه هذا بتعرف عليه انه هذا verb. تمام؟ وهذا عبارة عن preposition، وهذه عبارة عن noun.
بس الناون هذا عبارة عن برضو name entity وهو عبارة عن organization بهذا الشكل. بالضبط. فهذا كتير مستخدم في تطبيقات كتيرة. لما أنت بدك تيجي تسأل جوجل تقول له مين هو رئيس الولايات المتحدة، فهو محتاج إنه أنت يتعرف إنه أنت في عندك سؤال questioning، إنه أنت بتسأل عن person، فبالتالي بدي يدور في الإجابات في النصوص تبعته عن person. فبالتالي هاي الشغلات إنه كتير تطبيقات تبعتها مفيدة. وهنا التطبيقات يعني حتى جوجل أسيستنت يعني صار إنه مستخدم بشكل كبير. Who is the president of United States؟ طبعا هو أخذ بالعربي، فبالتالي إنه هذا حوله كسبيش إنه كتكست، لا مش زي جوجل أسيستنت اللي موجود في كيف الطقس اليوم؟ وين صفر؟ صفر أمطار. أنت مستني أمطار؟ في عندك نعناع بدك تسقيه بالمطر؟ تمام؟ هذا بخصوص الـ named entity. أما بخصوص الـ machine translation، هذا كتير التطبيق كتير مستخدم وواسع، وجوجل تستخدمه في الانجن تبعها تبع الترجمة. فبالتالي بيكون انا عندي الانبوت عبارة عن سيكونس صباح الخير، تمام، والاوتبوت بيكون عبارة عن سيكونس بس بلغة تانية جود مورنينج. بالضبط. يعني احنا بنقول هنا صباح الخير بالايطالي بونجورنو كلمه واحده، او بونجور بالفرنسي. نعم. كثير بيحكوا انجليزي بتطلع ترجمه كلمه واحده. طيب هاجيت النتورك، في انا عندي نوعين من الاركتكتشر، في عندي جي ار يو والاستيام. الاستيام لونج شورت تيرم ميموري. طبعا احنا ليش سميناها لونج شورت تيرم ميموري؟ لانه كانت المشاكل في بدايات هذه النتورك يا اما انه بتذكر معلومات على المدى القصير يا اما بتذكر معلومات على المدى الطويل. احنا بنحتاج التنين، تمام. فبالتالي هنا يعني صارت انا عندي النتورك هذه موجوده اللي هو نعم على STM. الجي ار يو طلعت بعد ال STM، السيل تبعتها انه سيمبلر، فبالتالي انه في الكمبيوتيشن بتكون انه اقل. طبعا بدك تخلي بالك انه التريننج تايم للديب نتورك، يعني بالمناسبه خليني افتح هذا واعمل له ران. هنا نبدا مثلا في التكست كلاسيفيكيشن، نعمل ران لهذا الكولاب عبر يعني قبل ما اكمل شرح لانه بياخذ كثير وقت. اللي هو هي اول واحد تكست كلاسيفيكيشن، احنا يعني عملنا له ترين بشكل مسبق باستخدام الديب نتورك اللي هو هيو، شايفه وين هذا بيزك تكست كلاسيفيكيشن، استخدمنا نيورال نتورك عاديه، تمام. هنا حنستخدم ار ان ان بالضبط. هذيك جبنا نسبه تقريبا 87% او حاجه زي هيك، الان هنا بدي يفترض انه هي تزيد النسبه، فبدي اشوف هنا بيزي، فعشان هيك بدي اختار مانج ران تايم. فيش عندي غير هاي. بيزي. في اوكي خلينا ننتظر شوية، هاي نرجع هنا. يعني طبيعي كيف؟ لو
اعتقد ما دام انه انا داخل بحسابي او بمعنى اخر انه الانستانسز هذه فيرتشوال ماشينز بحجز لي اياها، فالمشكله عندهم هم يعني زي ما تقول انه في ضغط كتير على الفيرتشوال ماشينز اللي انه لوكيتد او انه بدي انتظر شويه يعني. هاي متصفح ثاني. لازم تعمل كونكت اول عشان تصير انه انيبلد. تمام؟ طب بدنا نخلي بالنا انه الار ان ان تحتاج لداتا كثيره جدا عشان تقدر يعني فعلا انه يقدر انه يطلع نتيجه. فعشان هيك انه يعني حكيت انه انا بدي اشغلها هنا بشكل مسبق قبل ما اخلص شرح. ايوه برضه نفس الفكره بيزي. الباك بروبجيشن هو عبارة عن كونسبت انه الايرور بتعملي له باك بروبجيت في المالتي لاير بيرسبترون. هل انت قصدك المالتي لاير بيرسبترون انه هل بعمل كونكشن من الاوتبوت للانبوت؟ لا، هذه بنسميها فيد فورورد كونكشن من لاير لللاير اللي وراها. فيش كونكشن ترجع ورا. وين؟ اي رسمات؟ هنا الصفحه اللي فيها شويه الصفحه اللي كنت هاي لا لا هذه باي دايركشنال. لا الباي دايركشنال وفي هنا عندي ديب. الديب انه انا في عندي انبوت وهنا بطلع لي اوتبوت. الباي دايركشنال ايش بيكون انا عندي؟ انه ممكن استخدم الانبوت عشان اطلع اوتبوت، ممكن استخدم الاوتبوت عشان اطلع انبوت. بالضبط. بالضبط. نعم. بالضبط. فهنا بقول انه صباح الخير بطلع لي جود مورنينج، ممكن ادخل جود مورنينج يطلع لي صباح الخير. تمام؟ طبعا هنا مستخدمة في الايمج كابشنينج، يعني على سبيل المثال هنا حاطط هيو acute TDB reading Persian literature. فبالتالي يفترض انه احنا لما نعطي له الصورة هذه تمام بالضبط، وانا بدي احط له attention معينة انه على سبيل المثال هنا acute، هنا في هنا عندي شغلة missing في السيكونس هذا is reading. بالضبط. نعم. طيب. بيزي. طيب خليني احاول ان اشرح لك اياها بشكل شباب. اذا في عندكم تيرمينالز شغاله ممكن تعملها تيرمينيت من هنا، بحيث انه اذا في عندك اشي شغال لا بخلي لك اكثر من واحده شغاله. بعلق يعني الان كثير بعلق على المويه على المويه. ما هو في عندك ليميت في الذاكره وفي شيء بطلع لك وورنينج انه انت وصلت للليميت، فبالتالي ممكن انه يطلع لك ميموري ايرور. طيب نيجي للتكست كلاسيفيكيشن ار ان ان، نفس البروبلم اللي احنا اشتغلنا عليها سابقا اللي هي الموفي ريفيوز. بس هنا الموفي ريفيوز حمل داتا سيت خاصة انه فيها داتا سيت اكتر. تمام؟
ففيها سجلات أكثر من هذيك، يعني إنه تأخذ وقت. تمام، وهنا يعني قسمهم لترين ولتست. هنا حدد التوكنايزر، شفنا الفوكابلري سايز قديش. تمام، هنا بس مجرد عمل توكنايزيشن، حط هنا البفر سايز والباتش سايز، عمل شفل للداتا سيت وراح انه جهزها. تمام، نيجي الان للموديل. الموديل احنا ممكن نعمل سيكوينشال ونضيف، انا عندي الار ان ان، فبالتالي هنا حضيف اول حاجه الامبيدنج لاير، ايش الانبوت تبعه حسب الفوكابلري سايز. تمام، حيطلع لي 64، وبعديها اللاير اللي بعده هذا ال اس تي ام، هذا ريكرنت، فبالتالي هنا كان نوعه باي دايركشنال تي اف كراس لايرز ال اس تي ام، عدد النيورونز 64. وبعديها في انا عندي طبقه، بعديها لازم تكون في عندي طبقه دنس 64، وبعديها طبقه اللي هو الاوتبوت بس نيورون واحد بوزيتيف ونيجاتيف. هاي اللوس فانكشن، وهي عملنا تريننج للموديل. تمام، وبدنا نشوف هنا الاكيوريسي واللوس. تمام، هنا بحاول انه يعمل سامبل بريدكشن ويشوف البريدكشن لموفي معين ايش البريدكشن تبعته، وهي البلوت تبعت الاكيوريسي واللوس. طيب، هجيت النتيجه اللي بتطلع معايا هذه، اذا انا ما كنتش راضي عنها ايش بعمل؟ بروح بعمل ستاك لاكثر من ال اس تي ام لاير. عن اذنك. طيب، فكنا نحكي يا جماعه انه في النتورك الاولى انه احنا فقط حطينا لاير واحد على ال اس تي ام. الان احنا ايش بدنا نسوي؟ بدنا نحط طبقتين، هدول هايهم، هذه الطبقة الأولى. تمام، وهذه الطبقة الثانية. تمام، وبرضو نفس الفكرة، بعمل كومبايل للموديل وترين مرة ثانية وبشوف الأكيوريسي تبعته قديش، وهنا بيعطيني، وهنا بيعمل بلوت، وهنا بيعطيني خيار إنه أنا ممكن إن أنا أجرب الجي آر يو layers. تمام، فبالتالي هنا البارامترز اللي انت ممكن تعملها تونينج في الـ RNN في التكست كلاسيفيكيشن للموفي ريفيوز، انه انت ممكن انه تبدا بطبقه واحده. تمام، بعديها بتضيف طبقات بتشوف قديش نتيجه الايرور، وبعديها كذلك ممكن انه تستبدل هدول الطبقات بالجي ار يو وتشوف كيف النتيجه. يعني الشكل تمام يا استاذ ايمن. فبالتالي هنا نفس الفكره عندك، اذا انت بدك تشتغلي على السنتمنت على التكست في الاولانيه، انه احنا استخدمنا ديب نتورك عاديه بدون ار ان ان، فضفنا طبقات انه عاديه. بعد هيك انه في هذا المثال انه ضاف طبقه على اس تي ام، ضاف طبقه ثانيه على اس تي ام، كل مره شاف النتيجه. ممكن كذلك تجربي الجي ار يو. هو لا، كله في كل واحد، كله في نفس النوت بوك بتحط بالضبط. نعم، يعني في التسلسل هذا. نعم نعم، خدت الداتا سيت اللي بعتها على الايميل. تمام، كلام دكتور محمد أفضل ما بتلاقيش بالذات عجيبة. أنا طيب، هاي أنا عملت كونكت، حنعمل رن وحنشوف إيش الفرق في النتائج الآن بعد ما تخلص، بعد ما يخلص الرن.
وهنا ممكن نرجع لموضوع للموضوع الثاني في الريكرنت اللي هو image captioning. خلينا نبدأ في شرحه قبل ما يخلص هذاك ران. الimage captioning البروبلم هيو انا حطيته يشتغل و بياخد وقت ياخد وقت. الداتا ست كبيرة الداتا ست كبيرة والارن نفسها في حد ذاتها بتاخد وقت كبير في ال في الترين. احنا بنأمل انه هينا قبل ما اخلص شرح حديك انه يكون كيف؟ طيب هنا بدي اختار ران تايم انتربت اكسكيوشن. هنا لسه في الايبوك الاولى بس هنا انا بدي اتاكد انه احنا بننزل جي بي يو بس كان الران تايم مش محطوطه جي بي يو فبدي اغير الران تايم هنا احطه جي بي يو وهنا ريكونكت. لا انا عملت هنا انتربت اكسكيوشن بعدها غيرت الران تايم وبدي اعديها بدي ارجع مره ثانيه هنا بس لا مش بوز بدي ارجع اعمل ران اول من اول وجديد. حياخد وقت طويل جدا. هيها ران تايم تشينج ران تايم وبتختاري هنا جي بي. حط تي بي يو بينفع تستخدمه اسرع. طيب نرجع للايمج كابشننج تمام عشان نستوعب الموضوع وهذاك هيو شغال. نعم ورجيتكم يعني كابشن بوت جاهز انه انا بعطي له اليو ار ال وبالضبط بطلع لي كابشن. فهجيت بدنا نشوف كيف بدنا نبني موديل وفعليا راح نستخدم بري تريند موديل بالضبط للصور تحديدا للصور ونستخدمه ونعمل له ترين عشان يعمل جنريشن للكابشن. بري ترين انه يتعرف على الصوره بري ترين يتعرف على الصوره فانا حاطي له الفيتشر تبعت الصوره بالاضافه للكابشن تبعها عشان لما ادي له بعد هيك صوره يطلع كابشن. طيب حاجات هنا في الصوره هذا انت ايش شايف؟ واحد بيعمل مش عم بيسبح ركوب امواج بيعمل سيرفينج تمام. فبالتالي this person is riding a surfboard in the ocean بالضبط. احنا بدنا نصل لمرحله انه بدنا نشتغل بهاي الكيفيه انه الصور هذه يعني نفس الصوره هذه بدها استخرج منها فيتشر وكل فيتشر بده يكون مرتبط بكلمه معينه في الكابشن بسيكونس معين. تمام. طبعا الداتا سيت هذه اللي احنا رح نشتغل عليها اللي هي الكوكو داتا سيت هذه داتا سيت في 2014 تمام. والبري تريند موديل اللي هو الانسبشن فيرجن 3 شفناها البري واحده من البري تريند موديل اللي هو الانسبشن. احنا بنضيف حاجه اسمها انكودر ديكودر موديل. طبعا اي حاجه في الريكرنت انه بيكون انت عندك الانبوت عباره عن سيكونس والاوتبوت عباره عن سيكونس تحتاج لانكودر ديكودر. زي ما انت بتيجي بتقول صباح الخير وهديك جود مورنينج او حتى انه كتشات بوت بدك تسوي انه صباح النور يرد عليك فهذا انكودنج وهنا ديكودنج العمليه. فهذا الامبورت تبعي تمام. بدنا نعمل داونلود وبريبير للكوكا داتا سيت فيها 82000 صوره تمام وفيها 5 ديفرنت كابشن اند انوتيشن
الكود هذا بينزل لك الداتا سيت، وهنا حط لي تحذير انه الداتا سيت هذه حجمها كبير جدا جدا جدا، 13 جيجا ولا حاجه. تمام، فهي اليو ار ال تبعها انه عباره عن ملف مضغوط وحيعمل له اكستراكت، هيو اكستراكت بتساوي ترو بشكل اوتوماتيك. تمام، هنا هذا الخيار اوبشنال واحنا حنستخدمه، انه احنا ايش حنسوي؟ حنعمل ليميت للسايز تبع التريننج داتا سيت، انه انا عندي يكون 30 كابشن 30000. تمام، بالضبط. يبقى هنا النمبر اوف اكزامبلز 30000، فهنا التريننج كابشنز لغايه 30000 والايمج فيكتور لغايه 30000. خلاص كفايه. لا هم تقريبا 82000، احنا هناخذ بس 30000 منهم. تمام، حاجات بدنا نحضر الايمجز ونستخدم الانسبشن فيرجن 3. ايش هو الانسبشن فيرجن 3؟ pre-trained model على الايمج نت. تمام، عشان يعمل لي كلاسيفيكيشن لكل صوره. احنا ايش بدنا نستخدم؟ بدنا نعمل اكستراكت للفيتشر من اي لاير، من اللاست convolutional layer، من اللاير الكونفولوشن الاخير بدنا نعمل اكستراكت لفيتشر، وبدي احطها جنب الفيتشرز هذه، بدي اعملها فيدنج بالاضافه للتكست عشان نعمل جنريشن للتكست. فبالتالي اللي احنا حنسوي ايش حنسوي؟ الكود هذا بيعمل ريسايز للايمجز انه تكون الابعاد تبعتها 299 بكسل في 299، يعمل بري بروسيس للايمج باستخدام هذه الداله. تمام، ويحول الايمج للرينج من ماينس 1 ل 1. تمام، طبعا هذه الشغله ليش؟ لانه شغله ضروريه، لانه الايمج فورمات اللي ما يعني تعلمت عليها الانسبشن فيرجن 3 نفس النظام، فبالتالي بدك تحدد الصور نفس النظام. لو انت خليتها نفس النظام تبعها من 0 ل 255 او حطيتها حتى من 0 ل 1 بيمشيش الحال. تمام، فبدك تشوف تقرا على كل موديل، تشوف كيف بيتعامل مع الصور، وبتعمل بري بروسيس، حتلاقي الداله هذه الهيلبر فانكشن موجوده عندهم، تاخذها عندك وبتتعامل معها انه بتستخدمها في الكود تبعك. طيب هنا بعمل لود للبري تريند ايمج نت ويت اللي هو هذا الموديل انسبشن فيرجن 3. يبقى هنا ايمج موديل بتساوي TF Keras Application، هاي كل البري تريند موديل موجودة في هاي الباكج. Application Inception Version 3، وهي حطينا الويت الايمج نت. تمام، هنا بدنا نحط له New Input Layer اللي هو عبارة عن الايمج موديل دوت الانبوت، والهيدن لاير بيساوي الايمج لاير الاخير ماينس 1 دوت اوتبوت. يبقى هنا اخذنا اللاير الاخير. تمام، يبقى هنا ايمج فيتشر اكستراكت موديل هو عباره عن موديل ايش بياخذ الانبوت اللي هو الصوره، والهيدن لاير اللي جايه من وين؟ اللي هو اللاير الاخير في الانسبشن، اللاير الاخير في الانسبشن اللي هو ايمج موديل دوت لايرز ماينس 1. تمام يا جماعه، هاي الشغله انه فعليا بعمل كاشينج للفيتشرز من الانسبشن نت، لانه انا راح احتاج انه اعمل ترين اكثر من مره. تمام، فكل مره بدل ما انا اعمل اكستراكت للفيتشر بعملهم اكستراكت مره واحده وبخزنهم وين؟ على الديسك. فهنا هذا الكلام بيحكي لي انه بياخد 10 دقائق على الكولاب باستخدام الجي بي يو. وعشان انت تشوف البروجرس فبدك تنزل هذه الباكج اللي هي التقدم. هذه الباكج فعليا اسمها تقدم، هي عبارة عن بروجرس بار لو شفتها. باكج هذه كتير رائعة. نعم بالضبط، فهذه ممكن تحطها في البرل اللوب تبعتي، فبورجيني هنا
بالضبط هاي بروجريس بار بالضبط كنسبة مئوية. فاسم هالباكج هذه تقدم فعلا جاية من الكلمة العربية تقدم. كيف؟ اعتقد انه واحد عربي بس بس ناس كتير عاملينها كونتريبيوترز يعني. تمام؟ طيب شوف الان الخطوات لتحضير الكابشن. هذا وين؟ هذا ايش؟ تحضير الصورة، تحضير الفيتشرز اللي احنا عملنا لهم اكستراكشن من الانسبشن فيرجن 3. هنا ايش بدنا نعمل؟ تحضير للكابشنز. تحضير الكابشنز ايش الخطوات؟ اول حاجة نعمل توكنايزيشن، تمام. الخطوة الثانية بدنا نعمل ليميت للفوكابلري سايز للتوب 5000. طبعا هذا الفوكابلري انه انا بدي اختاره لعناية. طبعا الايمج كابشن، الكابشن قصير، فبالتالي لما اقول 5000 اكثر 5000 الاكثر تكرارا انه كافية يعني نوعا ما. بالضبط اي حاجة، بالضبط اي حاجة خارج ال 5000 هدول بصير unknown. تمام. بعدها الخطوة اللي بعديها اللي هو word to index و index to word mapping. فبصير انا عندي الكلمات ايش بصير في لها؟ كل كلمة مقابل لها index. كلمة ذا يعني 14 زي ما شفنا في المثال المرة الماضية. الخطوة الأخيرة شو بدنا نعمل؟ bathing. بالضبط نفس الموفي ريفيو بتكرر معنا. بالضبط فبالتالي كلهم بصيروا نفس الطول. نعم. فبالتالي هذا الكود بيسوي هاي الخطوات، هاي التوب كي 5000. تمام، بلف عليهم كلهم، بيحدد الانون. تمام، وطبق هذا الكلام على الترين كابشن. يبقى هنا ترين سيكونسز توكنايزر تكست تو سيكونس، اداله الكابشن. طبعا هنا حدد انه الوورد اندكس اوف الزيرو هي عبارة عن الباد. تمام، بهذا الشكل رجع طبقه مرة ثانية هنا على انه بعد ما عمل بادينج، هنا حوله لتريننج سيكونس وهنا عمل بادينج بعد ما عرف انه البادينج الاندكس تبعه زيرو، والعكس صحيح، الزيرو يعني باد. تمام، هاي طبق الباد هنا سيكونس التريننج سيكونس والبادنج على مستوى البوست. هنا بيطلع لي الماكسيموم لينث. هنا عمل سبليت للداتا سيت از ترين وتست. التست انا عندي 20% والترين 80%. تمام، فالتريننج انا عندي عباره عن اربع شغلات: ايمج نيم ترين، ايمج نيم فاليديشن، كابشن ترين، كابشن فاليديشن. اربع شغلات، مش بس انا عندي ترين وتست، انا في عندي الايمج نفسها والكابشن تبعها فيها ترين وفاليديشن. طبعا هذا الكلام حمله ك تي اف داتا، تنسر فلو داتا. تمام، وهذه الماب فانكشن عشان اعمل فيدنج للداتا اذا تنسر داتا. فايش بديها؟ بديها الايمج والكابشن كرو فورمات. ايش بترجع لي اياهم؟ ايمج تنسر وكاب تنسر بهذا الشكل. فبالتالي هنا في لوب بروح بعمل تحويل، بستدعي هذه الداله، بعمل تحويل لكل الصور بالتنسر فلو فورمات. هاي الموديل تبعي. الموديل هذا الديكودر هو مشابه للديكودر المستخدم في النيورال ماشين ترانسليشن ود اتنشن. تمام، في هذا الموديل ايش بده يعمل؟ بده يعمل اكستراكت فيتشر من الكونفولوشنال لاير من الانسبشن نت، وهي الابعاد تبعته الشيب تبعه. تمام،
بعدين راح يعمل سكواش لهذا الشيب 8 في 8 64 هنا 8 في 8 حيحوله من 3D ل 2D بالضبط، وهنا هذا حيضله زي ما هي زي ما هو 2048. بعدين هذا الفيكتور راح يمرره للCNN encoder واللي في النهاية بيحتوي على single fully connected layer. وبعديها بيجي طبقة الـ RNN واحنا مستخدمين هنا الـ GRU، تمام؟ بتروح بتاخد الصورة عشان تعمل predict للـ next word، تمام؟ لغاية لما اعمل generation للـ sequence. يبقى هاي الـ attention انا عندي اللي هو نفس هذا نفس المستخدم في الماشين ترانسليشن، ايش فيه؟ دنس هنا حسب عدد اليونتس اللي انا بمرر له اياها في الكونستراكتور، تمام؟ طبعا هنا في الكلاس موديل زي ما احنا تعودنا في التنسور فلو لما اعمل اكستند من هذا الموديل لازم اعمل امبلمنت للكونستراكتور للانت ودالت الكول بالضبط. في دالت الكول هنا زي ما انتم شايفين انا في عندي اكواد كثيره معمولها كومنت انه هو انه ممكن انه احنا نجرب فيها، وهنا معرف الهيدن والتايم اكسس، معرف السكور كيف بده يحسب السكور. انا عندي اللي هي 10 اتش هايبربوليك 10 اتش، الاتنشن ويت كيف بجيبها، تمام؟ ايش الدوال اللي بطبقها، وهنا الكونتكست فيكتور، فبروح بضرب الاتنشن ويت في الفيتشرز، تمام؟ وبعدين هنا بدنا نحسب اللوس انه بنعمل ريديوس للسام الكونتكست فيكتور على مستوى العمود، برجع الكونتكست فيكتور بالاضافه للويتس، تمام؟ هي السي ان ان انكودر اللي احنا حكينا عنه هنا في الخطوات. هنا في الخطوه هذه بحتاج سي ان ان انكودر، ايش التفاصيل تبعته؟ برضه نفس الفكره، عباره عن كلاس بعمل اكستند من الموديل، عملت امبلمنت للانت والكول. في الانت ايش في عندي؟ في عندي دنس لاير على حسب عدد الامبيدنجز، تمام؟ والكول انا عندي بطبق الاكس دوت سيلف اف سي، هذه عباره عن داله انا عملت لها انهيرتنس من الموديل، تمام؟ وبطبق الاكتيفيشن فانكشن وبرجع الاكس. بعديها اخر خطوه هنا الار ان ان انكودر، هيو برضو موجود ككلاس، تمام؟ في الانت والكول تعريفه. هنا الانت ايش عرفت؟ عرفت اللايرز. انا عندي اول شغله انه عملت انشلايزيشن لليونتس، تمام؟ بعديها عندي طبقه الامبيدنج، بعديها طبقه جي ار يو، تمام؟ بعديها اف سي 1 اف سي 2، اف سي 1 فولي كونكتد 1 طبقه الأولى، وهنا connected الطبقة الثانية إنه بيكون الأوتبوت تبعها حسب الفوكابلري سايز، تمام؟ متخيلين معايا الفوكابلري سايز هنا إنه طبقة الأوتبوت، لأنه أنا بدي أعمل generation للتكست، فالتكست اللي حيصير له generation بده يكون من الفوكابلري تبعي، فبالتالي الأوتبوت بده يكون في الفوكابلري يعني حسب عدد النيورونز اللي فيه حسب الفوكابلري سايز، تمام؟ في الكول بشوف عمليات الحسابيه اللي انا بجريها في التريننج، تمام؟ وبرجع الاكس والستيت والاتنشن ويت. في عندي ميثود اضافيه بعملها override اللي هو reset state، تمام؟ بعد ما عرفت الكلاسز هدول بنشئ منهم اوبجكت انكودر بتساوي CNN انكودر وديكودر RNN. يعني بالتالي هنا صار في عنا تخيل بشكل افضل انه الانكودر هو عباره عن CNN والديكودر اللي بيعمل لي جنريشن للتكست هو عباره عن RNN، تمام؟ فبالتالي هنا بياخذ انه هاي الانبوت وهذا هاي الانبوت الامبيدنج دايمنشن بالاضافه لعدد اليونتس بالاضافه للاوتبوت اللي هو الفوكابلري سايز. خلاص هيك انا ما دام عرفت الانكودر والديكودر ساعتها بقدر اعمل كومبايل للموديل، بس قبليها بدي اعرف اللوس فانكشن.
هنا عرفنا الاوبتمايزر ادم اوبتمايزر تمام، وهنا عرفنا لوس اوبجكت، وهنا اللوس فانكشن تمام، وهنا بحدد التشيك بوينتس انه في الكول باك انه يعمل لي يحفظ الويت تبع الانكودر والديكودر تمام، ويتبع الاوبتمايزر كتشيك بوينت. هنا حددنا الستارت ايبوك نبدا بزيرو، وبنبدا هنا عملية التريننج. عملية التريننج ايش الخطوات تبعتها؟ نعمل اكستراكت للفيتشرز باستخدام الانكودر. طبعا الفيتشرز هذه انه اوريدي موجوده عندي في ال NPY، لانه زي ما حكينا انه احنا الفيتشرز هدول انه بعملهم اكستراكشن مره واحده وبكتبهم على الديسك تمام. يبقى الفيتشرز بستخرجهم بالانكودر وبتكون انا موجوده عندي على التكست NPY. NPY هو عباره عن نمبي ماتريكس تمام، بتكون مكتوبه على الديسك والامتداد تبعها بيكون NPY. بعد هيك الانكودر اوتبوت والهيدن ستيت تبعته تمام، والانكودر انبوت بروح بمررها لمين؟ للديكودر. الديكودر بدوره ايش راح يسوي؟ راح يعمل لي بريدكشن باستخدام الديكودر هيدن ستيت، والديكودر هيدن ستيت بروح بعملها باس كمان مره للموديل عشان اعمل كالكوليت لللوس، وعشان اعمل النكست بريدكشن. هنا بيكون في عندي تيتشر بيجبر الموديل انه يعمل ديسايد ايش التكست انبوت للنكست نكست انبوت للديكودر تمام. فبالتالي التيتشر بيحدد له التارجت وورد، يعني من مجموعة الكلمات اللي هو بيعملها بريدكشن عشان يمررها للمرة الجاية في الديكودر تمام. وكمان شوية كمان عشرة بس أخلص هذا المثال. بعدها الفاينل ستيب إنه إحنا بنعمل حساب للجريديانت وبنعمل له باك بروباجيت تمام. انا عارف هذا الكلام انه صعب انه ينهضم على مره واحده، بس بدك تتخيل الموضوع انه انت عندك الفيتشرز زي هيك تمام. فانت استخرجت فيتشرز انه انت عملت بريدكشن لكلمه ذا، وهذه ذا رجعت دخلتها كانبوت مره ثانيه عشان تقدر تعمل ديكود للنكست وورد اللي هي بيرسون. فبالتالي هنا السياق اللي موجود حسب الفيتشرز الموجوده في الصوره بالاضافه للكلمه السابقه بيحدد لك ايش هي النكست وورد، وبتستمر هذه العمليه لغايه لما تعمل جينيريشن لكل سيكونس بهذا الشكل تمام. طيب زي ما عملنا هناك بدنا نعرف للتريننج ستيب ايش بده يصير فيها باستخدام هذه الداله tf gradient tab، انه انت فعليا انه بتعمل فيها تريننج ستيب تمام. ففي التريننج ستيب بتروح بتعمل الحسابات تبعتك وبترجع اللوس والتوتال لوس. هنا حددنا انه احنا بدنا نعمل 20 ايبوك، وهنا بدنا نلف على ال 20 ايبوك تمام. وهنا بعد ما خلصنا بدنا نعمل بلوت لللوس والايبوكس واللوس اللوس والايبوك تمام. وهنا الايفالويشن بعد ما اخلص ممكن اجرب هذا على بالضبط على يعني اي صورة، فممكن انه نديله اي صورة باليو ار ال تمام، ونجرب انه احنا نعمل له بريدكشن تمام.
تمام؟ يعني ما فهمت بعد يعني مش الوقت الحالي مش مثلا تعمل بريدكت بتاع هو في بس حاجات اذا الموديل تبعك انه كويتس انه بيقدر انه هو فيت انه انت تعمله على الموبايل ساعتها بتنزل تنسر فلو لايت تمام لايت اذا الويتس تبعتك كتير كبيره في حاله الايمج كابشننج برضه انه هي كبيره ما بينفعش انه انت تنزلها على الجوال فبتحط هاي كسيرفيس عندك على سيرفر فبتصير انه انت السيرفيس تستقبل URL وبترجع لك الكابشن في جيسون. ما في حاجة ان انا سيف الموديل الموديل السيف والهاي هيو انت عندك هنا سيف الموديل هيو سيف وريستور موديل حكينا عنه المرة الماضية انه انت في عندك كود بعد ما تخلص التريننج تعمل سيف تمام وساعة البريدكشن خلاص ما فيش داعي تعمل تريننج تروح تعمل لود لهدول الويتس. طيب ما في حل ان انا اعمل سيف بريدكت يعني اخذ فايل اذا حجم الويت فايل انت حسب الموديل تبعك حجم الويت فايلز انه بيقدر انه الجوال يتحمله ساعتها بتخليه على الجوال لكن اذا كان حجمه كبير في 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 حاله الموديل تبع الايمج كابشن كثير كثير الموديل كبير تمام فساعتها انه يعني انت عندك هذا ممكن يوصل عندك بالجيجا حجم الويت لنتورك كبيره فبالتالي مستحيل انه انت تقدر تعملها فت انه تحميل على الجوال لكن اذا كانت الويتس تبعتك بالهندردز 200 ميجا 150 ميجا ممكن انه انت تخليها اوف لاين على الجوال نعم نعم انه يتعرف هذه صورة فلان بس على الران تايم يعني هو لا ماسك بدون ما يلوط الصورة هو يعمل كابتني وانا هذه الشغلة بتنفع بالحالتين انه انت تعملها اوف لاين تنسر فلو لايت وبيكون عندك الموديل فبتاخذ الصوره لايف من الكاميرا تمام فبياخذها فريم فريم فبالتالي بروح بصنف انت بتحط له انه انت قديش انه ياخذ مثلا كل 10 فريم صوره ويعملها زي هيك يتعرف عليها كمربع تمام ويطلع لك كابشن صغير عليها انه هذا عباره عن بيرسون تمام فهذا بيكون اوف لاين او انه بده يكون تعملها اونلاين وبساعتها بيكون في شويه ليتنسي وهي الشغله معموله في موديل يعني هنا الرام خلصت في السيشن هذه فبالتالي انه تطبيقه فممكن نصغر الداتا سيت اصغر شويه ما ناخذش 30000 ناخذ 10000 نحاول انه زي هيك فانت عندك ميدل هنا هو خليني اعطيه لك اياه
كيف؟ ما هو في اوبجكتس انه هو بيقدرش يتعرف عليها، فبالتالي انه يعني هذا الموديل انه انت بتشغله لايف على الكام، فهو فعليا هاي الشغلات انت ممكن تطبقها على فيديو او ايمجز. الفيديوز في النهايه حتتحول لفريمز، لما تتحول لفريمز فانت فعليا هاي شايف قديش الفريكوانسي في التغير، بتحدد قديش مقدار انه كل كم فريم يعمل ديتكت، كل كم فريم يعمل ديتكت عندك في الفيديو. تمام، كل ما كان اكثر بيكون عندك ديماند اكثر على السي بي يو والريسورسز والشغلات هذه كلها يعني. فشايف هذا بيرسون 0.6 لانه هيو صار دخل في الايدج في الكاميرا، انه هذا بيرسون 92%. هذا معلم قدامك انه هو عبارة عن كار. تمام، فهذا مستخدم ريزنت، ريزنت مرت علينا اوبجكت ديتكشن باستخدام الكيراس. هيو تايتل عندك فوق. سيلف درايفنج كار يعني واحده من التطبيقات هذه، انه انت بتقدر تتعرف على الاوبجكتس اللي موجوده قدامك، وبعدين يعني في لها تطبيقات كثيره في السورفيليانس يعني بالضبط. يعني انت عندك على سبيل المثال بالضبط هاي انت عندك في كاميرات المراقبه على سبيل المثال انه في عندك كاميرا مراقبه. تمام، هاجيت الكاميرات المراقبه هذه انه بتكاش انه انت توظف حدا انه يجي يطلع على الكاميرا زي هيك، ولما تصير في مشكله انه يستدعي هذا. بدك انه انت مثلا على سبيل المثال انه في عندك كثير من انه حاجه اسمها اكتيفيتي ديتكشن، انه انت بتكون موجود قدام الكاميرا زي هيك. تمام، وبتصير انه بس تفتح زي هيك وتشرب بحط عليك تاج زي هذه، انه بدل ما هو بيرسون انه بصير اكتيفيتي انه درينكينج. فتخيل انه هذا الشخص انه قاعد بتقاتل مع شخص ثاني، فبده يكون انه الاكتيفيتي عباره عن فايتنج، فبالتالي بده يصير في الارم انه انت عندك مثلا في بابليك بليس يعني في المترو او في كذا انه في عراك او في ناس انه بالضبط مشكله يعني انه. فاستخداماتها كثير في السورفيليانس. فخليني برضو اعمل ستوب للفيديو عشان اتكلم براحتي.